السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم امير جيم. اليوم جبت لكم فيديو جديد، بكل تأكيد فيديو اليوم سيكون جليتش جديد، بكل تأكيد جليتش سيكون من الجليتشات النادرة، بكل تأكيد الجليتش اليوم بكل تأكيد سيكون جليتش جدا جدا رهيب. بكل تأكيد الجليتش هو جليتش الجوكر الأحمر، بكل تأكيد عارف أن كلكم تبحثون عن هذا الجليتش الرهيب. بكل تأكيد أنا جبته بكل تأكيد هذا الفيديو، صراحة الجليتش جدا 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 رهيب الشباب. الأشياء اللي السكنات المستخدمة في هذا الجليتش جدا جدا مجانية، أعرف أن كلكم تملكون هذه السكنات. بكل تأكيد الجليتش مأخوذ من قناة اسمها عبدي، نعم مصطفى عبدي. بكل تأكيد عندما تسمع مصطفى عبدي أعرف أن الجليتش يعني عنده بكل تأكيد كود. بالنسبة للجليتش بكل تأكيد ليس لدي أي باند صراحة، أعرف أن كل الجليتشات لا تظهر، لذلك لا تخف عن الباند. صراحة هناك الكثير في التعليقات، هناك شخص في التعليقات قال لي أرجوك نزل جليتش بكل تأكيد يظهر على الأقل. قال لي لماذا الجليتشات لا تظهر، ليس لدي فائدة. بكل تأكيد كثير أخبرني هذا الشيء، لأن بكل تأكيد نزلت جليتش يعني يظهر سيكون في الشركة ستراه، بكل تأكيد ستأخذ باند، لذلك أنا لا أنزل الجليتشات التي تظهر. صراحة لا أجد أي جليتش يظهر صراحة، أنزلها على القناة. اوكي شباب، الفيديو الماضي نزلت عن الساكورا، يعني سكين الساكورا، يعني جليتش لسكين الساكورا اي الفاير باس الاول. صراحة رأيت انكم تحبون سلسلة الجليتشات، لذلك تابعت هذه السلسلة اللي بكل تأكيد لأجلكم بكل تأكيد ولأجل تطوير القناة. اوكي شباب، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. بكل تأكيد كما قلت هذا الجليتش عنده كود، قلت صراحة يعني شيء سهل جدا جدا. أول شيء يا شباب لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وبكل تأكيد كالعادة الجليتش موجود في الديسكريبشن، وبكل تأكيد كالعادة لمرة أخرى أنا سأبدأ هذا الفيديو بعد هذا الانترو القصير. وفرجة ممتعة. In a life that got in, oh so dark, oh so dark. A life that falls apart, my heart been torn apart. I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life. I'll probably never change, even though I like to. Even though I like to, I'll probably never change for nothing, my dear. All my insecurities holding me near. Probably never change for nothing, my dear. Insecurity's holding me now. But I've been working oh so hard to find some meaning in this life. To find some meaning in this life. In a life that got in oh so dark, goes so dark. A life that falls apart, falls apart. My heart been torn apart, torn apart. I've been bleeding on the inside, I'm torn apart. Can I get a chance to go back to the start? Yeah, press rewind. Get a chance to find the right answers. I mean, I don't wanna die, I just wanna feel alive. Maybe in my next life, get a chance to feel alive. But people say you only get one chance, so I gotta work hard, yeah, 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 to try and find a life. Torn apart, I've been bleeding on the inside, I'm torn apart. Can I get a chance to go back to the start? Yeah, press rewind.
get a chance to find. I hope somewhere down the line I'll be able to find the light, the light, the light in a life that got it. Goes a dark life that falls apart, falls apart. My heart been torn apart, torn apart. I've been bleeding on the inside, I'm torn apart. Can I get a chance to go back to the start? Yeah, press rewind. أي من بعد إيه تهلاو في رواحكم، الله ربي يجمعنا في ساعة تاع فرح وخير. بونسواي ناغي.